وصلنا لفقرتنا الطبية. ارتفاع ضغط الدم الشرياني يا سلمى، هذا المرض يمكن نسمع عنه بشكل كتير كبير، أما تفاصيله شو الأعراض وكيفية العلاج والنسب سلمى يلي طبعاً مثل ما بنعرف فوق 25 سنة ممكن الشخص ينصاب بهذا المرض، شو الفرق بين الذكور والإناث، مين النسبة الأكبر وكيف طريقة العلاج أو حتى اكتشاف هذا المرض، كل التفاصيل رح نحكي عنها سلمى. أكيد فرحة، ويمكن مثل ما قلتي في نسب معينة، بعض العلماء أو الأبحاث حكت أنه يمكن ممكن يكون أكثر عرضة للإصابة اللي هن أقل أو أكبر من عمر 45 سنة، ودائما تبدا الاصابات او التشخيص بين ال 45 لل 65، وضغط الدم الشرياني بيدخل فيه كثير من التفاصيل الاخرى والامراض الاخرى اللي ممكن هي تسبب اصلا للوصول لهذا الموضوع. يمكن الاكثر شيوعا هو مرض السكري وغيره كثير من التفاصيل رح نعرف عنها مع ضيفنا بالاستوديو الدكتور بشار يارد، وهو اختصاص في امراض الكليه وزراعه الكليه وارتفاع الضغط الشرياني. صباح الخير دكتور. صباح الخيرات، شكراً لكم على المقابلة وشكراً لانتقاء الموضوع المهم. شكراً لحضورك معنا كمان دكتور. اليوم بنسمع كثير عن ارتفاع الضغط الشرياني، شو هو التعريف الدقيق له قبل ما نفوت بالتفاصيل؟ هلا لنعرف انه الضغط هو كمية الدم القادرة تنضخ من القلب باتجاه الأوعية، فهي كمية الدم الحجم بيقابله مقاومة وعائية، هي بتشكلنا الضغط الشرياني عند الإنسان اللي بنسميه الانقباضي والانبساطي، بالعامية بيقولوا عالي وواطي. بالنسبة لتعريف ارتفاع التوتر الشرياني لازم نعرف شو الطبيعي. الطبيعي بنقسم لعدة أقسام، المثالي اللي لازم ما يكون الضغط فوق 12 على 8، بنقول الحد الأعلى للطبيعي ما لازم يتجاوز 13 على 8 8 ونص، ويبدأ ارتفاع التوتر الشرياني بالتعريف لما بتجاوز 140 مليمتر زئبقي على 90 مليمتر زئبقي أو بالعامية 14 على 9. هون يبدأ بنقول بتعريف ارتفاع التوتر الشرياني، كل ضغط شرياني فوق 14 على 9 فهو يصنف ضمن الحالة غير الطبيعية المرضية، وهذا متفق عليه بالجمعية الأوروبية والجمعية الأمريكية، يعني هن حدود الفروق كثير بسيطة. فأنا بحب أنه دائما بقوله متشابهة تعريف ارتفاع التوتر الشرياني بالجمعية الأوروبية أو بالجمعية الأمريكية للضغط الشرياني. طيب دكتور، خلينا نحكي كمان عن الفرق. دائما بنسمع أنه الضغط عند المرأة غير الضغط عن الرجل، قبل ما ندخل بالأمراض والمسببات وليش بيصير في عنا ارتفاع ضغط أو هبوط ضغط، صحيح هالحكي؟ هلا الدورة الطمسية وإفراز الهرموني عند النساء والبروجسترون خاصة، هاي كله بيعمل موسعات قوية، هي بتحمي من الضغط الشرياني، ولذلك بنشوف أكثر النساء بتعاني من ضغط شرياني أو اكتشف عند الضغط الشرياني بعد سن الأياس أو سن المينوبوز أو انقطاع الدورة الطمسية. فالوضع الهرموني هو اللي مختلف، أما عدا ما عدا النسب متقاربة. طيب دكتور، اليوم لما نحكي عن الأعراض كيف منبلش نحس أنه نحن لازم نراجع طبيب لسبب في مشكلة بارتفاع الضغط أو أي خلل ممكن يكون بالضغط سواء عند الأنثى أو الذكر؟ طيب هلأ بالنسبة لارتفاع التوتر الشرياني، نحن دائما بنحكي ودائما بنعلم الشباب أطبائنا ومقيمينا الأطباء الجدد أنه ما تسأل المريض إمتى بلش، تسأله إمتى اكتشفت، لأنه تاريخ البدء مختلف تماما عن تاريخ الاكتشاف. فهو ممكن اكتشفه هلأ بس صار له عنده 4-5 سنين وما له دريان. فهذا المرض اللي بسموه القاتل الصامت لا ينبئ عن حاله، فبصير والمريض ما نحاسس، لأنه ما في عنا نحن مراجعات دورية ومراجعات طبية كل مرة كل فترة، بيروح لسبب من الأسباب لزيارة طبية لمكان ما، أو رايح مع مرافق مع حدا بيقول له دكتور اسلي ضغطي، بيطلع عنده ضغط شرياني. من هون بنقول إنه حتى منظمة الصحة العالمية بتقول إنه 50% من الناس اللي بيعانوا ارتفاع توتر شرياني ما بيكونوا عارفانين شو إنه معهم ارتفاع توتر شرياني، بالوقت نفسه ما بيقدروا خطورة هذا الشيء. نعم. إذا قسم كبير من العالم يسيروا خلسة بدون ما يحسوا. أما الأعراض العامة اللي الناس ممكن تلجأ له، الصداع القفوي، طنين الأذنين، الإخياءات، هالقصص هاي يعني ما أنا أعراض نوعية تقول إنه، وهي بنعاني منها نحن عند الشباب اللي خاصة المهنيين، بيكون بالورشة بيجي على راسه ودغري بصف أسبرين. تمام. يعني بيجيني مرضى أحيانا سافف له ظرفين أسبرين قبل ما يجي بحجة إنه وجع راسه هذا تعب ومشقة
ومن جهد العمل، وانما هو كان مريض عم بيعاني من ارتفاع توتر شرياني. اذا بدنا نميز انه ما عندنا اعراض نوعيه، ممكن يكتشف صدفه، بيصير ببطء، والاعراض العامه اللي هي موجوده الصداع القفوي غالبا، ذوبان البصر، طنين الادنه، اغياءات اذا كان ارتفاع توتر شرياني شديد، وخاصه عند الصغار بالعمر. طيب دكتور، في كتير ناس بنسمع عنهم بيقولوا انه هن بيعانوا من الضغط الواطي، يعني اصلا هن ضغطهم واطي بالاوقات العاديه، اصحاب ضغط واطي، صح هذا الحكي مزبوط؟ وهل اللي بيفرق القياسات والتعامل معهم عن الاشخاص؟ عزك انخفاض الضغط الانبساطي بيكون منخفض، بيكون منخفض، بيعيشوا كثير هذول، بيكون مقام الوعيه تبعه منخفضه. نحن بهمنا ارتفاع الضغط الشرياني الحقيقه اكثر ما هو انخفاض الضغط، لأن ارتفاع الضغط هو اللي يعني بيعبر عن زيادة المقاومة المحيطية الوعائية للمريض. دكتور، خلينا نحكي عن عوامل الخطورة، بما أنه القاتل الصامت، أمتى فينا نقول نحن دخلنا بمرحلة الخطورة؟ طالما نحن يمكن بالبدايات وشي بيستدعي زيارة الطبيب، فبتوقع نحن مبدئياً شوي بأمان. لما بنكون نحن بمرحلة الخطورة كيف بيكون، على أي شكل بيكون، وكيف ممكن يتصرف الطبيب مع هي الحالات المفاجئة والخطيرة بالوقت نفسه؟ هلا خلينا نحن أول شيء نقول أنه الارتفاع توتر شرياني يقسم لقسمين. نعم. الارتفاع التوتر الشرياني الأساسي وارتفاع التوتر الشرياني الثانوي. الأساسي اللي غالبا ممكن يكون عائلي أو وراثي، وبصير بأعمار معينة بعد عمر 30-35 مثل ما ذكرتي حضرتك. وفي ارتفاع التوتر الشرياني الثانوي اللي بيكون مخبي خلفه أمراض كتير، اللي احنا بنسميها فرط نشاط غدة الكظر، بنسميها فرط اللوستيرونية ثانوية. بيكون في عنا مرض اسمه كاشينج بالغدة الكظرية، كمان ممكن يكون عندنا قصور كلوي، ممكن يكون عندنا سكري، هدول بيخفي وراها أمراض أخرى. هدول اللي نحن بهمنا الموضوع فيهم متابعته. فالسؤال كيف كان أنه شدة الخطورة، فهون بحث عن الأمراض المرافقة، سكري، زئبة حمامية، اعتلالات كلية الأخرى، تضيق شريان كلوي، تضيق برزخ أبها. هون لازم دائما بس نحن نقول هذا الضغط شرياني ثانوي يجب البحث عنه بهذا المحور. نعم. طيب دكتور، خلينا نحكي كمان اليوم عن بعض الأدوية اللي هي ممكن تسبب، مثل ما بيقولوا، ممكن تأثر على الضغط، ولازم دائما يكون في استشارة الطبيب قبل ما تتاخذ. هلا أول شيء لازم مريض الضغط ما يكون مريض قلق. يعني وقت يروح لعند الطبيب ليقيس ضغطه، نحن عادة ما بنقرر الضغط من القياس الأول. نفتح حوار، نبني علاقة علاجية مع المريض، بعدين بنشيل بنقيس الضغط. ممكن نضطر نقيس الضغط بالإيدتين بدل إيد واحدة إذا شكينا بشيء. ممكن أنا بالنسبة لي أخذ قياس الضغط بوضعية الاضطجاع أو وضعية الجلوس أو حتى وضعية الوقوف. فهي القياسات. بالنسبة لمريض الضغط كمان بده ينتبه إنه ما يصير عنده وسوسة الطالع والنازل، حامل لي جهاز ضغط. هي دائما عم نشوفها دكتور، كثير عم نشوفها، وداير يقيسوا لي ضغطي، ويقيسوا الساعة 10 بيقيس ضغطه، الساعة 11 بيقيس ضغطه. ارتفاع التوتر الشرياني او قياسات الضغط الشرياني ديورنا متموج، يعني على ما يمكن الصبح اول ما يفيق الواحد، بعكس من الواحد بتصور انه لازم يفيق مرتاح، بيكون هو اعلى شيء، لانه هرمونات الصحه والكورتيزون والادرينالين كلها بتنفرز صباحا، ببلش ينزل مساء لازم يكون اخفض. فبيراقب مريض ارتفاع التوتر الشرياني، بيراقب ضغطه دائما باوقات ثابته، مثلا بقول له 10 الصبح 10 الصبح على طول، 6 المساء 6 المساء، ما بصير كل ربع ساعه على الشغله مو للشبع. بعدين نفس الجهاز خاصه الالكتروني، من هاد لهاد لهاد، الجهاز الالكتروني بس يقيسه مريض خليه ريا 10 دقائق ليقيس مريض ثاني، مو دغري يشغله على المريض الثاني، بيعطي قراءات خاطئه بيصير. بالنسبه للمعالجات، معالجات الضغط، سؤالك ما هي؟ معالجات الضغط كثير متعدده، وهي مصنفه يعني هي عائلات، بيت فلان وبيت علتان وبيت كذا وبيت فلان. فهي مجموعه تبدا من المدرات البوليه، تبدا بوسعات الاوعيه، تبدا بالخافضات الضغط المركزيه وهكذا. بس المهم قبل ما نبلش بالأدوية، نحن بنحكي مع مريض ارتفاع توتر شرياني بالشيء اللي اسمه لايف ستايل، نمط الحياة. يعني أنا إذا مريض فوضوي ومريض قلق ومريض بدين ومريض مدخن بشدة ومريض غير ملتزم لا بوجبات الأكل ولا هذا، كمان تأكدي إنه علاج ضغط تبعه حيكون فاشل. نعم صحيح. فعناصر كثير تدخل قبل ما نبلش بالمعالجات الدوائية اللي هي تنتمي لعدة
لعدة مجموعات أو عدة عائلات. بس أهم وأول توصية دكتور بتوصيها للمريض مع اختلاف شدة الخطورة من مريض لآخر، شو ممكن تكون؟ أنه مثلا إذا قلنا عن التدخين، مجرد ما نحس أنه هو مريض ضغط شرياني بنقول له مثلا وقف عن التدخين، شو هو أول المحظورات يلي حضرتك بتوجهها للمريض؟ إذا بدنا نغير نحكي باللايف ستايل، أهم شيء تخفيف الوزن. إذا معه سكري بده ينتبه يضبط السكر، لأنه السكر أهم سبب ليصير تصلب شرايين. بده يمارس رياضة خفيفة، بده ينتبه للتوقيت وجبات الأكل تبعه. هلا في شروط، الحالة النفسية بتلعب دور، في شروط منها مثالية وإنما قدر المستطاع. يعني نحن ما لنا عايشين بمجتمع مقملي ومجتمع، بقدر الإمكان لما بده يلتزم بالدواء يكون توقيت الدواء مزبوط. مثلا بيقول له كل 12 ساعة، يعني كل 12 ساعة، لأنه الدواء الضغط له عمر. يعني دواء عمره، في أدوية عمره 6 ساعات، في أدوية عمره 24 ساعة، في أدوية عمره 18 ساعة. نعم. فبده ينتبه. وأنا بنصح كمان المريض اللي بيستعمل أدوية الضغط ما يروح لعند الطبيب بلا أدويته، أو يقدح لي صورة على الموبايل بيقول له هاي الأدوية تبعي، بيطلع نصهم خالصين ونصهم ما بياخدهم. وياما نحن شايفين حالات المريض عم ياخد عدة أدوية بأسماء تجارية مختلفة وإنما بتركيب علمي واحد. فهون المشكلة كمان بنعاني منها بارتفاع التوتر الشرياني. طيب. علاج مرضى ارتفاع التوتر. طيب دكتور، كمان خلينا نحكي اليوم قد ايه بيأثر ارتفاع ضغط الشرياني على مرضى قصور الكلى، وقد ايه هو مرتبط بهذا الشيء؟ نحن عندنا نوعين من مرضى الكلى، عن القصورات الكلوية. في عندنا المرضى اللي عندهم إصابات كبية ووعائية، وفي عندنا مرضى اللي عندهم إصابات بالنسيج الخلالي. اللي عندهم إصابات بالنسيج الخلالي غالبا بيكون ضغطه منخفض، أما الغالبية اللي هي ضغطها مرتفع. هلا حسب درجة القصور الكلوي بتصير المعالجة. إذا مريض مثلا إصابة مرحلة ما قبل الكلية الصناعية بتكون معالجاته مختلفة عن مريض بيصل لمرحلة التنقية الدموية أو الكلية الصناعية. مثلا مريض ما قبل الكلية الصناعية ممكن نستخدم مدرات عنده، ممكن نستخدم بعض الأدوية الخاصة، بينما بس يصل للتنقية وينحط على جهاز الكلية الصناعية هذا ما بيعود عنده بول. هذا ما لازم يستعمل مدرات، ما لازم يستعمل كثير أدوية الضغط اللي فيها بوتاسيوم لأنه بتأثر عليه. في أدوية بده يلتزم فيها تماما، في أدوية بتتأثر بالتنقية بتساوي له هبوط ضغط أثناء التنقية، هذا كمان بده يبعد عنها. له بروتوكولات خاصة مريض الكلية الصناعية. بس بالمجمل لازم ضغط الشرياني عند مريض التنقية الدموية أو مريض القصور الكلوي النهائي ما ينزل عن ال 14 حتى تكون في فعالية جيدة بجلسات تنقية الدم. نعم دكتور، دائما نسمع من التحذيرات العامة أو الوسط المحيط أي شخص ممكن يعاني من ارتفاع ضغط الدم الشرياني أو أي مرض، خلينا نقول أول كلمة ممكن الوسط المحيط بيقوله بعد عن العصبية، الغضب، التوتر. هذا الشيء قدي ممكن يأثر على ارتفاع ضغط الدم الشرياني أو ما يأثر؟ كيف ممكن نحن نضبط هاي الحالة؟ هي كنا حكيناها قبل شوي، أنه مريض بيحاول يبعد شوي عن القلق، يبعد عن العصبية، يعد للعشرة ومع مرته يعد للخمسين وهيك. فبده يكون دائما يحاول يتروى. بس الطبع غلب التطبع، احيانا في طباع معينه ما بيقدر الواحد يسيطر عليها. هون الواحد بده يتعامل مع، يبني علاقه علاجيه مع مريضه، يعطيه توصيات معينه قابله للتنفيذ. يعني ما بدنا يجي المريض ونلقي عليه دائما محاضره وينبسط هيك بعد شوي يطلع ما يلتزم بشيء. يعني ممكن نضطر نلجأ لبعض المهدئات، نلجأ لبعض الأمور الثانية، يعني مثلا بالمشاركة مع خافضات الضغط. هي حسب وضع المريض. أما الانفعال ما في شك بيرفع الضغط، ولو مثلا مو كثير، بحدود 10-15 ميل، يعني درجة أو درجة ونص. بس إذا مريض ضغطه 17 صار 18.5-16، يعني صار ضمن الرينج الخطر اللي نحن بنسميهم ارتفاع التوتر الشرياني الخبيث. فبندير بالنا. في شغله نسيت لك اياها كمان بموضوع مراقبه الضغط وتقييمه، فحص دائما قعر العين. نحن بس يجينا مريض ضغطه مهمل وغير مضبوط بنبعثه استشاره عينيه لنشوف قعر العين اذا صار في اصابات باوعيه العين تاثرت من الضغط الشرياني تبعه. نعم. طيب كمان دكتور، كثير بنسمع بالعاميه هي العلاجات السريعه تبع انه نزل ضغطه، اشد ضغطه، اعطوه شويه ملح،
ارتفع ضغطه شربوه شيء بينزل الضغط، فينا نعرف هل فعلا في هيك شيء بالغذاء ممكن الشخص ياخده يساعد على رفع الضغط او هبوط الضغط؟ هلا في علاقه وطيده كثيره بين الملح وارتفاع التوتر الشرياني، حتى بيقولوا انه الملح صوديوم كلور صوديوم بالذات له حساسيه على الغشاء البيطاني تبع الشرايين، مشان هيك في ناس بتعرف الضغط الشرياني حتى هو ارتكاسه لشارة الصوديوم. شارة الصوديوم إلى دور بحبس السوائل، مشان هيك إذا مريض نزل ضغطه بس بيبوي بيعطوه مثلا بيقولوا له كاسة عيران مع شوية ملح مشان يقدر يحبس السوائل، وزائد إنه الصوديوم بيعمل لك بيحرض حس العطش فبيخليكي كمان تحسي بالعطش فبصير بيشرب مي كمان، هذا بيؤدي لانه اذا كان عنده وهد دوراني يرتفع. نعم. بس عامل هي الشغلات وما استفاد يجب البحث عن شيء ثاني. يعني تماما. هلا بالنسبه لنا نحن بالحميات ما في شيء سؤال على الحميات، نحن بنقول له للمريض خفف ملح بس. نعم. مو لا تاكل ملح. صحيح. يعني مريض حنبلي كثير بيمسكها بيقبضها زياده لا تعطي توصيات، اول شيء بيغلي اذا طبقها بينضر. يعني تخفيف الملح وليس المنع عن الملح، لانه شارته الصوديوم شارده اساسيه بالجسم وبالحياه، فما فينا نحن ما لنا حق اي مكون رباني انه نحن نلعب فيها، وان بدها تتم بالدم ضمن مستوى طبيعي. تمام دكتور، نصائح اخيره بتحب توجهها بشكل عام لمرضى ارتفاع ضغط الدم الشرياني وايضا لبقيه الناس اللي الحمد لله عندهم صحه منيحه وبيحبوا يكونوا دائما بحاله وقايه دائما من ارتفاع ضغط الدم الشرياني؟ هلا اول شيء انا بقول انه الالتزام بالمعالجه، الالتزام بمراجعه الطبيب، عدم الاجتهادات الخاصه، ما يخاف المريض انه عم ياخذ عده مجموعات دوائيه بس ما تكون ضمن المجموعات الدوائيه هي في تناقضات. نعم. يعني انه بياخذ دواء اثنين ثلاثه ما يخاف، هلا خاصه هلا حاليا في شركات ادويه عم تنزل دواء بيحتوي دوائين ثلاثه مركبين، فما يخاف، المهم ما تكون في تناقض بين هالوصفات. والثاني شيء التزم بالمعالجه ولازم المتابعة الجدية للضغط والالتزام بالحمية. هلا في بعض الحالات الخاصة أنا بهيك بحب نوع عليها إذا معنا وقت. إيه تفضل دكتور. مثلا عند الحوامل، يعني الواحدة أول ما تتزوج كل الواحدة بتطمح يصير عندها عيلة أولاده، ما بيمنع قبل ما يصير حمل تفحص الدم، تفحص البول، تقيس ضغطها، تراجع طبيب كلية، طبيب نسائي. نحن للأسف مفقودة هي الحلقة بين أطباء نسائية والكلية بالبلد، بس هي كثير مهمة. كثير حالات عم نكتشف امراه متزوجه حديثا حملت بالشهر الثاني الثالث، نكتشف انه عندها قصور كلوي متقدم، او تحتار بدك تنزل الجنين ولا بدك تخليه، شو مدى تاثيره على صحه الام، شو مدى تاثيره على صحه الجنين. في شغلات نحن ممكن نتقيها قبل ما تصير. مريض السكري بده ينتبه، مريض سكري من اكثر المرضى لازم ينتبه بالتزام بمراقبه ضغطه. مرضى الأمراض المناعية مثل الزئبة الحمامية بدهم ينتبهوا، مرضى الكسور الكلوي بدهم ينتبهوا. فالأمراض المرضى الشباب اللي عندهم تضيق الشريان الكلوي يقولي هدول كمان لهم وضع خاص. بيسألونا المرضى يا دكتور نحن شو بدنا نتم ناخذ الدواء مدى الحياة؟ للأسف إذا كان الضغط الشرياني من النمط الأساسي الرئيسي فهو رفيق العمر بده يصير، ولذلك بدنا نسايره. اما في امراض مثلا بتؤدي لارتفاع التوتر الشرياني هي ممكن قابل الواحد انه يتصدى لها ويعالجها، ممكن يشفى منها. اذا عنده تضيق بالشريان الكلوي بيساوي له توسيع للشريان، ممكن ينزل ضغط كثير وما يعود يحتاج ياخذ ادويه، او حتى اذا في كليه ضامره مع تضيق شرياني ممكن استئصالها بتعيده للحاله الطبيعيه. مريض عنده ورم بالغده الكظر نحن بنسميها الفيكروموسايتوما، ورم ختامي كمان استئصال الورم بي. فإذا في حالة من ارتفاع التوتر الشرياني قابلة للعلاج، وإنما بشكل عام نحن بدنا نلتزم بالمعالجة ونعتبر هذا بدل ما نعتبره عدو بنصادقه ونعتبره صديق، بس له متطلبات، متطلباته هي الأدوية والحمية وتعديل بنمط الحياة. أكيد كل الشكر لك دكتور لكل المعلومات اللي قدمت لنا إياها، يعني يطول الحديث عن هذا المرض للأسف مثل ما قلت القاتل الصامد. إن شاء الله يا رب الصحة والسلامة للجميع. شكرا لك دكتور، إن شاء الله تكون معلومات مفيدة ومبسطة وبيعطيكم العافية. شكرا لك دكتور لوجودك معنا. أهلين.